مع المدير بس عايزين نصحح في الاول عن اهم الاستفسارات اللي جات لنا من المصريين في الخارج من شان خدمه مجلس الشيوخ. انا بس عايزه في البدايه يعني اؤكد انه هذا الاستحقاق هام جدا للمصريين في الخارج، واستكمال للحق اللي منحته الدوله للمصريين في الخارج للمشاركه في العمل السياسي. بالتأكيد غرفة عمليات وزارة الهجرة اشتغلت على مدار الساعة لرد على كل الاستفسارات، إنما هقول لك بقى ردا على السؤال أهم الاستفسارات. ناس كتيرة اتكلمت على موضوع تسليم الأظرف في مقر البعثات الدبلوماسية، وده الحقيقة يعني نقلنا لهم كل الإجراءات اللي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بضرورة إرسال المظروف عبر البريد وليس بتسليمه لمقر البعثات الدبلوماسية. ليه الهيئة الوطنية قالت كده؟ علشان حفاظا على سلامة المواطنين، وأيضا إن في كثير من الدول اللي منعت أي تجمعات. تخيل لو 50 واحد راحوا للسفارة في وقت واحد عشان يسلم الظرف بتاعه. ده استفسار. استفسار تاني جالنا عن بطاقات الرقم القومي، هل لو هي صالحة أو غير صالحة يتم التصويت بيها من عدمه؟ أنا دايرتي أنهي واحدة بالظبط؟ أنا عندي مشكلة في تحميل الاستمارات من على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات. في ناس تانيين كانوا بيتكلموا على الدوائر الانتخابية، طيب إحنا نعرف المرشحين إزاي؟ سيارهم الذاتية، كل ده مع الهيئة الوطنية للانتخابات. الحقيقة كنا بنحرص انه على الموقع الالكتروني للوزارة، وطبعا موجود على الهيئة الوطنية، انما انت عارف المصريين في الخارج بيتجهوا الى موقع وزارة الهجرة اكتر. بنحط لهم الدوائر، بنحط لهم التعليمات، بنحط لهم المرشحين وسيارهم الذاتية. فكل الاستفسارات كانت بتدور على الاجراءات اللي واجب اتباعها، وايضا فيما يتعلق بالمرشحين. الوزير شايف الى اي مدى الدوله كانت حريصه ومشاطه المصريين في الخارج على الرغم من مجلس الشيوخ ما لهمش اي تمثيل؟ كويس ان انت قلت النقطه دي، لانه لازم الناس تفرق ما بين حرص المصري اولا في الانتخابات في الخارج انه ينزل بنفسه ويوري لبلده ازاي ان هو واقف امام مقر البعثات الدبلوماسيه اللجان الانتخابيه بالاعلام، والسيدات المصريات كانوا الحقيقه في اروع صورهم. انما مهم جدا ان احنا يعني نقول لهم انه هذه الطريقه الجديده هي طريقه بتوري انه الدوله برغم هذه الظروف الاستثنائيه وجائحه كورونا الدوله حريصه على مشاركه المصريين في الخارج. كان ممكن جدا من السهل انه الدوله تقول طيب بمناسبه هذه الاجراءات الاحترازيه مش هينفع ان احنا نجري هذه الانتخابات، انما حرص الدوله على هذه المشاركه بيؤكد تماما إنه الدولة مستكملة أو مستمرة في إعطاء هذا الحق للمصريين في الخارج. طيب حضرتك تتوقعي إن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هتبقى كبيرة ولا هتبقى بنسبة قليلة نظرا للظروف اللي احنا فيها، وإن الإجراء الانتخابي نفسه جديد على الناس، فممكن الناس ممكن ما تعرفش أو ممكن عدد الأصوات تبطل، فهل حضرتك شايفة إن هتبقى النسبة تبقى كبيرة ولا إيه؟ من الصعب طبعا ان انا اقول لحضرتك نسبه المشاركه قد ايه، لانه انا طبعا كل بيانات التسجيل عند الهيئه الوطنيه للانتخابات، انما خليني اقول قراءتي للمشهد. بأعيد التاكيد على انه الدوله منحت هذا الحق، انما ايضا لابد ان احنا كوزاره للهجره وكدوله الحقيقه نقيم هذه التجربه اللي انا بأشيد بيها. يعني يمكن هي تجربه جديده في ظل هذه الظروف الاحترازيه، انما تجربه تستحق الاشاده. مهم جدا ان احنا نقيمها ايضا، بمعنى ان احنا بنبلغ الهيئه الوطنيه للانتخابات ايه المشاكل، ايه السلبيات، ايه الايجابيات، ننقل لهم يعني احساس المواطن المصري مشاكله في خارج، العقبات يمكن اللي تصدرت هذا المشهد. توقعي حاجات كتيره جدا، انما بالتاكيد مش هيكون زي ما المصري في الخارج بينزل بنفسه، مش هيبقى زي ما المواطن المصري عارف انه له تمثيل داخل هذا المجلس. ده بيفرق شويه مع المصري في الخارج، انما هو كمواطن بيشارك عبر الموقع الالكتروني للهيئه الوطنيه للانتخابات، وان هو بيشارك بالبريد وحق هو بيمارسه، يعني زي ما بنقول واجب عليه، زي ما المصريين في الخارج ليهم حقوق والدوله بتشتغل عليهم، والرئيس الحقيقه السيد الرئيس
يعني الحقيقة رجع وزارة الهجرة مخصوص علشان المصري في الخارج، هم أيضا لديهم واجبات، فمشاركته السياسية هي واجب عليه بنقيمها استعدادا لانتخابات مجلس النواب ان شاء الله، اللي بيها نقدر ان احنا نحسن هذه التجربه اذا احنا فضلنا على موضوع البريد. ما يثير في لو المصري في اجازه واحنا في اغسطس في اجازه، ازاي هل يقدر ينتخب في مصر؟ بالتاكيد، لانه طبعا حضرتك عارف ان احنا في شهر اغسطس، فكثير من المصريين بيقضوا اجازاتهم في مصر، فبالتأكيد أنه هو موجود على أرض الدولة المصرية يستطيع أنه يوم 11 يتجه بالرقم القومي، هيعرف فين لجنته ويقدر أنه هو يصوت في الداخل. معالي الوزيرة، كنا بس عايزين نشكر حضرتك طبعا، احنا عارفين وزارة الهجرة مع كل استحقاق دستوري بيبقى في حالة طوارئ طبعا، عايزين بس يا فندم طبعا ان الجيل الثاني والثالث عليهم دور مهم جدا، شباب مصر الخارج، فمحتاجين ان حضرتك توجه لهم رسالة ان هم طبعا ده استحقاق مهم ولازم ينزلوا ويشاركوا، علشان طبعا ده بيصنع مستقبلهم ومستقبل اولادهم خلال مشاركة الاستحقاق الدستوري. يعني شريحة مهمة جدا الحقيقة وزارة الهجرة بتشتغل عليها، انما هرجع للرعيل الاول او للناس اللي هي هتشارك في انتخابات مجلس الشيوخ، ودايما بكلمهم حتى في الفيديو اللي انا عملته انه بطلب منه انه يوري الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس وهو بيقوم بهذه العمليه الانتخابيه، لانه وهو هذه الاجيال الجديده اللي طالعه في الخارج ان هناك مصر وان هناك حق سياسي وان هناك دوله بتحرص على صوته، فلازم الجيل الثاني والثالث يشوفوا الرعيل الاول بيعمل ايه. الحاجة الثانية، الجيل الثاني والثالث احنا الحقيقة مهتمين بيه ان هو يروج للدولة المصرية. النهاردة لسه يعني بعد حضراتكم هقوم بتسجيل كلمة للشباب الكندي اللي بيعمل سنويا احتفالية للثقافة المصرية وللتاريخ المصري، بطمنه على مصر وبقوله ان هو يروج للدولة المصرية. الترويج للدولة المصرية مش بس يعني سياحيا واقتصاديا واستثماريا، الترويج للدولة المصرية ايضا انه يوري ازاي انه الدولة بتحرص على المشاركة السياسية. كان دايما قبل كده، قبل لما الدولة تعطي هذا الحق، كان دايما المصريين في الخارج يقولوا يعني دول اخرى ليها مقر انتخابات داخل سفاراتها واحنا ليه ما بيحصل لناش هذا الموضوع. فطالما احنا عندنا هذا الحق، مهم ان احنا ايضا نروج له، مش بس ان احنا يعني بشجع للمشاركة، انما ايضا بشجع للترويج ان في حركة سياسية واستحقاق دستوري بيحصل، محتاجين ان احنا نسلط الضوء عليه. شكرا لحضرتك.